المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادين نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم، والذي نبدأه ببرقيتين بعث بهما رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو. البرقية الأولى التي بعث بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو موجهة للرئيس الكوبي راول كاسترو بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التي يحتفل بها في الأول من يناير من كل عام. أخي الرئيس، باسمي وباسم الحكومة والشعب التشادي نقدم إليكم تهانينا لكم ولشعب كوبا وللحكومة الكوبية. أتمنى أن تتوطد العلاقات بين بلدينا، كما أتمنى المزيد من التقدم والازدهار والرقي لبلدكم الشقيق كوبا. رئيس إدريس ديبي إدنو، رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة. كما بعث رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو برقية تهنئة أخرى إلى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بمناسبة العيد الوطني لبلادي الذكرى 62، والذي يحتفل بها السودان في الأول من يناير من كل عام. أخي الرئيس، باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب التشادي نقدم إليكم تهانينا القلبية بمناسبة العيد الوطني لبلدكم الشقيق. أسأل الله العلي القدير أن يمن عليكم ولبلادكم وللشعب السوداني أسمى آيات الشكر والتقدير والإزدهار والتقدم، وتقبلوا فائق شكري وتقديري لكم. إدريس ديبي إدنو، رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة. كما نلفت عناية مشاهدينا بأن الخطاب السنوي الذي يقدمه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة سيكون عند 8 من مساء هذا اليوم. رأس الممثل الدائم للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية بكر ملاح في التسليم المهام للمدير الجديد لوكالة مراقبة أمن الطيران بدول وسط أفريقيا. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. شمل تعديل السلم الإداري العديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية في توزيع الحقائب الوزارية، هذا فقد سلم المدير العام للوكالة لمراقبة الأمن للطيران المدني في أفريقيا المركزية بول ألين، الذي شكر في خطابه رؤساء الدول الصديقة لأنهم ساهموا في إنجاح مهمته التي أوكلت إليه بغية تحقيق الأهداف السامية، مطالبا للمدير الجديد أن يحزوا نحو هذا الخط، كما حث العاملين أن يقفوا معه حتى يكمل رسالته طيلة فترة عمله لمراقبة خطوط الطيران المدني. أما المدير الجديد أشار في كلمته إلى أن هناك تحديات كبيرة تقف أمام الإدارة العامة، وخاصة تحسين خطوط الطيران المدني لدول أفريقيا المركزية، مؤكدا أن هذا البرنامج يحتاج تضافر جهود وتعاون مشترك بين الدول الأعضاء، شاكرا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو على الثقة التي أعطاه إياه لإدارة هذه المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية، مطالبا العاملين بالوقوف معه لتحقيق البرنامج والمشاريع التي وضعت من أجل المصلحة العامة. وفي نهاية الحفل أشار الممثل الدائم للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية أبكر مالا متمنيا لهم التوفيق والسداد في نجاح عملهم. عقد رئيس حزب السلام حسن باقي عيسى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الدخول السياسي للعام 2017-2018، مؤكدا بأن الحزب يعمل تحت مظلة الجبهة الجديدة للتناوب والتغيير. هارون أبا آدم والمزيد من التفاصيل. حزب السلام متمسك بمبدئه المؤيد للمعارضة السياسية، وبقناعة تامة اختار العمل تحت مظلة الجبهة الجديدة للتناوب والتغيير فناك، حسب تصريحات رئيس الحزب حسن باي عيسى خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن الدخول السياسي للحزب. وقد أعرب عن أسفه حيال تردي الأوضاع الاقتصادية واختناق الجو الاجتماعي أمام موظفي الدولة خلال الفترة الأخيرة. فإن حزب السلام كحزب اجتماعي ديمقراطي يفتح ذراعيه لكافة القوى الوطنية الحية ويهدف إلى تغيير واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية نحو الأفضل وتخفيف المعاناة عن كاهل هذا الشعب التشادي الذي يعاني المرض والجهل والتخلف. وعليه فإن حزب السلام يسعى إلى تحقيق السلام والتنمية وبناء دولة قوية قائمة على احترام القانون وأسس الديمقراطية من خلال النضال السياسي وفقا لمبادئ الديمقراطية بعيدا عن الكراهية
والأنف والتقسيمات القبلية والجهوية والإقليمية. ومن ناحية أخرى، ناشد رئيس حزب السلام كافة شرائح المجتمع لتضافر الجهود من أجل بناء تشاد وصيانة كرامتها. عندما اخترنا النضال في حزب السلام وانضمامنا لجبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوي والتغيير، أخذنا متسعا من الوقت من أجل التفكر وتحليل الحياة السياسية والتاريخ السياسي لبلادنا. فنحن جميعا مسؤولون عن كل شيء في بلادنا بشكل أو آخر، وعلى الكل أن يقدم يد العون ليدفع البلاد نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة للجميع. فإن الدول لا تبنيها الحكومات بل تبنيها الشعوب. قدم بعض الصحفيين أسئلة تتعلق برؤية الحزب والإنجازات التي حققها. رد المؤتمرون بالقول إن الحزب تمكن خلال عام واحد من بناء السواعد الداخلية وإقامة علاقات مع أحزاب المعارضة والأحزاب الصديقة. أن رئيس حزب الإصلاح السياسي الشعبي التشادي بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيا لمناضليه المديد من التقدم والنجاح وتخطي الأزمة الاقتصادية الخانية التي تشهدها البلاد، كان ذلك من خلال البيان الصحفي الذي قدمه يوم أمس. أتمنى من صميم قلبي أن تكون سنة 2018 سنة سعيدة للكل، وأن تحمل هذه السنة الجديدة للدولة بأكملها الوفاق والهدوء، وأن يصبح البيت التشادي ملجأ للأمن الحرية والأخوة. كلنا سويا يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة لكي نتحمل يوما بعد يوم المهمة التي نعمل من أجلها، وهي الدفاع عن الحرية الديمقراطية والعدالة. مواطني الأعزاء، أن تعهدنا السياسي مبني على مبادئ يخضع لقيم. الشيء الذي يدفعنا هو الحلم بتشاد جديدة يزرع فيها قيم الوحدة والأحقية. بدلاً أن يفكروا في تشاد أولاً، بعض المواطنين ذات مسؤوليات ذات مستويات ومسؤوليات عالية يفكروا بأن أنا أولاً أسرتي قبيلتي، بدلاً من أن يفكروا في تشاد. أتمنى بمناسبة العام الجديد أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته. وأخيراً أوجه تهاني الحارة بمناسبة العام الجديد إلى مناضلي ومؤيدي الحزب الإصلاحي. أتمنى سنة سعيدة لتشاد تعيش الجمهورية. قدم عمدة الدائرة السابعة ميكائيل جبريل أحمد حصيلة السنة الميلادية 2017. في غضون عام 2017 أنجزنا ما يلي: استصلاح الشوارع الرئيسية منها شارع برميل بنت البقرة قاسي الدينيو والرنجاجي، استصلاح الشوارع الرئيسية للأسواق سوق أطرون عدالة أبينا والدنبي والنهضة، وتطبيقا لتوجيهات سلطة الوصايا نظمنا الدراجات النارية للأجرة من أجل تأمين سكاننا، تركيب توصيلات كهربائية في البلدية، تكييف مكاتب البلدية، تشييد ثلاثة مراهيت، دفع 14 من متأخرات رواتب موظفي البلدية، دفع علاوات دورتي مجلس المستشارين، تسديد ديون الخزينة العامة بمبلغ 24 مليون فرنك سيفا، دفع مستحقات التجار الموردين بمبلغ يساوي 52 مليون فرنك سيفا، دفع متأخر رواتب النساء الكناسات، بناء خزائر لخدمات أخرى. إن رفاهية السكان وخاصة زيادة مقدرات الشباب هو محور أولويات فخامة رئيس الجمهورية ورأس الدولة إدريس ديبي إتنو، ولهذا الغرض بمبادرة حكومة جمهورية تشاد وبتمويل من البنك العالمي قد مضينا على مشروع تشغيل 1500 شابا وشابة للقيام بأعمال بسيطة تتركز على نظافة الأسواق والمدارس والمراكز الصحية والمساجد والكنائس، استصلاح الشوارع الرئيسية وتنظيف المجاري المائية.